هذا المقطع يا اساطير راح ندخل السيف البرازيلي وراح ندخل الى حدث نزل من شوي، حدث اسطوري كتير يا حلوين. انترو اشتغل معلم، انترو جديده شوفوها. هلو حبايبنا، كيفكم؟ ان شاء الله بخير، ان شاء الله كيش تمام. احنا ناس حبايبنا نتكلم غير مباشر، هذا مقطع لا تنسوا على حبيب محمد عليه الصلاه والسلام. اعطوا لكم الانترو يا حلوين بالتعليقات. طبعا الشباب اليوم دخلت السيرفر البرازيلي، سيرفر الاوروبي، انا قلت الاوروبي اول فيديو ولا اخر فيديو والله ما بعرف شباب، اهم شيء يعني شباب داخل بحيط. اوكي شباب، خير شباب، نزل حدث من شوي شباب، شيء كثير اسطوري اسمه سمر ويف ولا ما اعرف شو اسمه شباب، يعني شيء بيتعلق بالصيف. طبعا شباب نزل وشاح عن جد، كثير عجبني الشباب، كثير كثير شباب، بتمنى انه ينزل باسرع وقت بالسيرفر مينا شباب عشان نحصل عليه ونلعب فيه. اوكي يا حلوين، نزلوا شيء اسمه شعرات خضر، شعرات خضر، نزل هالرقصة شباب عنا اياها موجودة بالسيرفر. عنا هاي شباب اشياء جديدة كمان اللي هي الحفاية ولا احنا نسميها الشحاطة. بس ولكن شباب قبل كل شيء شباب، انا نسيت شيء اغلى شباب، نسيت شيء مهم كتير شباب، اوكي، واللي هو شباب راح افرجيكم اياه. الميوزك تبعيتي شباب، الميوزك تبعيتي شباب، الميوزك تبعيتي حبايبي، يلا ابلع ليتس جو. اوكي شباب نكمل، نزلوا شورت جديد شباب، شورت ال 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 شو بسموه هذا الحيوان، الفيل، وال وهذا الوشاح كمان شباب، يعني مثل ما انتم شايفين شباب كله حيوانات، حيوانات بكل جهات. عندنا هون في تمساح، اوكي، يعني وهون في فيل، وهون ما موجود شيء يعني. المهم شباب هون موجود تبعت القراصنه تبعت البحر، اكيد في اسماك، ما اسماك هون على اليمين، يعني كله يعني المود الصيف، مود صيف. اوكي طبعا شباب في شيء كثير مهم شباب اللي راح افرجيكم اياه شباب، اللي هو بهذا الحدث حبايبنا فيه شيء مميز غير 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 كل الاحداث شباب. طبعا هون مش عارف نروح على العرض للجوائز، اوكي، عند قصدي على شركه الاستثمار. هون شباب عندهم، هون عندهم حاطين شباب كل لفه ب 200، ما بعرف الشباب هل يا ترى مزبوط هالشيء ولا لا. راح ندخل نشوف شباب، طبعا شباب راح نشيل ونزل نزلت هي كمان هذا الشيء هيك كله يعني شيء مود سيف، يعني فهمتوا علي، شاطواطي وما شاطواطي. طبعا انا راح اشيل هاي، اوكي، وشو راح اشيل؟ راح اشوف الرقص عندي هلا جوين ذا باتل بي عندي باللوز. اوكي شباب راح اشيل الرقصه وال ثواني وات هيك بنقدر نختار، والله غريبه تاكيد. اوكي يلا كنت راح اروح على ما اقدر اخذ اشيل الرقصه الزلمه. يلا شباب راح نشيل هاي لانه يعني على الفاضي. اوكي يلا نشيل هاي، نحاول نحصل على البقيه شباب، يلا نعمل تاكيد. اوكي شباب الهدف انه نحصل على هاي 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 وهي، يعني كلهم. طبعا شباب هون عندنا يعني شوفوا رقم المي هنا عمل. اوكي هذا شو اللي كان حسنا اللفه الثانيه صار يطلع لنا الوشاح شباب، الوشاح اسطوري، الوشاح بدي الوشاح وال والله شباب بدي كل شيء، نحاول نحصل على كل شيء شباب، نفرجيكم كل شيء حبايبنا. ليتس جو يلا يا وال اللي والله شباب مرات هذا الحلقه شباب اكيد راح ينزل هلا اشياء شباب، اكيد راح ينزلوا عن قريب سيرفر مينا شباب دول، يعني هذا الفيديو فيديو تسريبات شباب. اوكي لوز اوكي تعال هون شاي هاي. اوكي اوبا هذا المشاح يعني شيء مرتب. الرقصه ما راح نجيبها، ما راح نضرب عليها لانه عاديها. اوكي والله كنت راح اضرب عليها 100 شباب، كنت غلط كنت اقسم بالله شباب. يلا خلينا ندخل نشوف الجميل عندنا هون هذا، ثواني نحط الوشاح افرجيكم كل شيء شباب. طبعا هذا مو مبين راح نشيله بعد شوي، هذا وهذا وهذا، يعني شباب السكين كامل هيك شكله يعني من الاخر مثل ما انتم شايفين. خلينا ندخل شباب، ندخل على التدريب نشوفه بالتدريب شباب باللعب، وباللعب يعني بالتظبيط، يعني نعمل له استعراض وتشيك ليست لوز اللوز. اوكي اوه مكتوب عليهم، مش مكتوب ليمون 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 ليمون. طيب شوف هذا هو شكل السكين. اوكي الصراحه يعني
اتمنيت انه يحطوا شيء لون اخضر كمان عشان يكون كله مع بعض يشبه بعض. طبعا شباب بصراحة يعني انا تقييمي لهذا السكين شباب هو 5/10، بس ولكن الوشاح هذا الكمامة، ولا ما اعرف شو بسموه، ما اعرف شو بسموه عندكم حبايبي، الكمامة اسطورية لوز اللوز صراحة يعني. اوكي هذا هو موجود شباب، خلينا نطلع الشباب نطلع ونشوف شوف اذا في احداث جديدة شباب بالسيرفر الجديد الاوروبي مو الجديد. اوكي طبعا شباب هون هون شباب عندهم حقيبات جديدة توب اب شيء اسطوري عندهم حقيبة والله حلوة هي كثير حلوة. ندخل نشوف الاحداث الثانية. اوكي عندهم هون حدث ثاني شباب اللي هو الرقصات. اوكي هون شباب طبعا هون شباب نعمل سبين وبنحصل يعني. اوكي فهمت علي. اوكي هون الشباب نعمل هيك وبنحصل والى اخره يعني، لما ناخذ تاخذ 1 2 3 نضرب ونفوق وفوق. طبعا هون الشباب بالوسط عندهم هذول نفس الشيء وفوق الشيء اسلحه وبفورتي والى اخره شباب. لوز ندخل نشوف شيء ثاني. اوكي في عندهم هون قول لي عندهم هذا شباب نزل هذا قول لي وي 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 شباب لا تدخلوا لي شباب هذا السكن شباب يمكن ينزل عندنا كمان باي اقرب وقت، لانه بتعرفوا شباب كل السيرفرات يعني بينزل مرات، بينزل اول شيء بينزل بسيرفر اوروبا بعدين بينزل مينا بعدين بينزل مثلا بينزل بالبرازيل بعدين مينا بعد أو مرات اول احداث بينزل في مينا في سيرفرنا مينا بعدين بينزل بغير السيرفر. طبعا هون شباب راح ينزل متى راح يرجع هذا السكن، هذا راح يرجع شباب عندنا هذا شباب نعرفه. شو كمان شيء ثاني هذا نفس الشيء عندنا اياه عندنا اياه هذا نفس الشيء والله شيء حلو. بس سوي شباب راح اتاكد من شغله، طبعا هذا التوكن يعني بيض، هل يا ترى راح نشوف راح نروح للاستبدال. وين الاستبدال وين الاستبدال، خلينا ندخل على الاستبدال شباب ليتس جو. استراد خضر ماجي هذول رمز بيض الحمر. اوكي يا شباب هون 20 بيض بيضه بنحصل على هالسكنين. حلو والله شيء كثير حلو ما شاء الله، ما راح اجيبه. اوكي حبيت افرجيكم شويه من الحدث اللي راح تنجل عنا عن الخريطه مش شويه الحدث هاي نشوف. نفس الشيء نفس اللي عندنا شباب نفس اللي عندنا بالسيرفر استبدال اجز وبيض وما بيض. اوكي خلينا ننزل شوي لتحت ونشوف شو في ما في كمان. هذا هو هذا هو هذا الحدث الارنوب شباب، هذا حدث الارنوب عندهم بهذا الشكل اللي نزل عنا اللي هو حلو لوز اللوز. عندنا هون البجات وشيء عادي والله شيء حلو كثير حلو. اوكي شباب يعني راح عم اسبق لكم الاحداث. اوكي شباب هذا الحدث عن قريب راح ينزل، هذا السكنات اكيد راح ينزلوا عندنا شباب الايام اللي جاي، وعندنا كمان شباب اكيد راح يرجع لهذا السكن مثل ما انتم شايفين عن قريب كمان يا اساتير. اوكي حبايبنا الكرام اعتقد هيك بيكون انتهى مقطعنا لليوم حبايبنا، فرجيتكم اهم الاشياء راح تنزل وبالحدث عنا وجبنا هذا السكين يا احلى ناس. طبعا هذا شباب الحساب عن قريب شباب راح نعمل عليه مسابقه باذن الله تعالى في حساب يعني شي مرتب راح نعمل نضبط الاحداث. اوكي عن قريب هيك ونضبط الحساب وراح نعمل عليه مسابقه شباب اول ما نقدر نحوله لجيميل، لانه هذا شباب الحساب ما اقدر شباب اعطيه لاي شخص لانه مربوط بحسابي الشخصي حبايبنا الكرام. اوكي اساطير هاي بكون تابع مقطعنا اليوم، ان شاء الله عجبكم المقطع يا احلى ناس، لا تنسونا تحطوا لنا زر اللايك والشير وتفعلوا زر الجرس من تحت يا احلى ناس. لا تنسوا شباب تشتركون بالانستغرام شباب، الفيديوهات اللي دائما عم تشوفوها بالانستغرام شباب شوفوا هذا هو الانستغرام تبعي شباب عليكم شغلتين اف اف شباب، لا تنسوا تروحوا شباب نعمل مرات كثير مسابقات عليها رومات وكل شيء لوز لوز حبايبنا. بنشوفكم على خير، سلامات.